محمد صلاح كان له موقف عظيم في مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، وقت أن اصطحب مؤمن زكريا في غرفة خلع الملابس، وأكيد شاهدت هذا الفيديو الشهير. أنا عارف أن علاقتك بمؤمن زكريا علاقة كبيرة، كيف شاهدت هذا الفيديو؟ هو شيء رائع مميز لي جدا، أن وكان شيء جميل جدا وودود من جانبه، لأنه فعل هذا لأن مؤمن يستحق ذلك، وقد أثر في كثيرا ذلك، وهي حركة وإشارة جيدة جدا من لاعب كبير، وهي خبرة جميلة، كان شيء رائع جدا، أعجبني كثيرا وأدهشني، وأشكره بشكل شخصي لأنه قد اصطحب مؤمن زكريا معه، وهو شخص طيب وجيد جدا شخصيا، ولكن يجب أن ندعم جميعا مؤمن ونعطيه الأمل في الشفاء، ودائما أن نقف بجانبه. طبعا إن شاء الله ربنا يشفي. بمؤمن زكريا، هل أنت على اتصال بأي من لاعبي النادي الأهلي اللي دربتهم وقت تواجدك في النادي الأهلي؟ نعم، أنا أتواصل جيدا معهم عبر تويتر وإنستغرام، ولكن أنا أحاول أن أتواصل معهم من حين لآخر، ونتظل على تواصل باستمرار عبر رسائل هاتفية، عبر رسائل صوتية، فكانت فترة جميلة، وهذا أقدره كثيرا، وهذا أحبه.